Like, put on a cute ass outfit. شدي كرسي عادي تعالي نتكلم السناب ما تعرفش هو راجل ولا ست وبشرته رسمانه والمكياج والتجميل أهم حاجة بالنسبة له وبيعتمد في إطلالته على ملابس حريمي واتخانق مع ياسمين صبري وعمل لها انفولو. في فيديو النهارده هنتكلم عن خبير التجميل شريف تانوس وهنعرف مع بعض سبب ظهوره غريب وسر حبه للمكياج. قبل اي حاجه عايزه اقول لكم ان شريف يعتبر اغلى ميك اب ارتست في الوطن العربي كله، وعدد المشاهير اللي بيتعاملوا معاه مالهمش اخر. شريف هو شاب لبناني من اصول مصريه، لكن عاش معظم حياته في باريس بغرض الدراسه، وعنده 28 سنه بس. ومع ان المكياج والتجميل كانوا اخر اهتماماته، الا ان الصدفه هي اللي غيرت مسار حياته، وده لما كان بيتمشى في يوم مع صاحبته وقالت له انها عايزه تروح تجيب اي شادو، وفعلا خدت شريف وراحوا لاقرب محل. شريف انبهر بالمكان وكل ادوات المكياج، ومن ساعتها قرر ان هو يدرس التجميل في فرنسا، ولما خلص دراسته قرر ان هو يرجع مصر ويبتدي كاريره كميك اب ارتست، واعتمد على السوشيال ميديا في الترويج لنفسه. وفعلا في شهور قليله اتحول شريف لاشهر ميك اب ارتست في الوطن العربي، وبقى الاختيار الاول لاشهر النجوم، وتحديدا كانت الفنانه ياسمين صبري اللي كان بيعمل لها الميك اب في اي مناسبه مهمه، وكان هو البيست فريند بتاعها طول الوقت، لحد ما شهرة شريف ابتدت تزيد وبقى يعمل ميك اب لناس تانية كتير زي هدى المفتي وسلمى ابو ضيف ودره وطارق عماد واسماء جلال وغيرهم كتير. وهنا حست ياسمين ان هو بيعمل لها ميك اب شبه فنانات كتير، وقالت له انا وجهي اعلامي لاهم البراندات، وعشان كده لازم ظهوري يبقى مميز وما ينفعش ان انا اكون شبه حد. وبعد الخناقه اللي حصلت ما بينهم ياسمين لغت التعامل معاه وبقت تتعامل مع ميك اب ارتست سعوديه اسمها نوره، عشان كده شريف عمل لها انفولو. وبعيدا عن شغله الاساسي، فشريف عمل سلسله من الفيديوهات بيدي فيها نصايح للبنات، بيعلمهم فيه ان هم يعرفوا يحطوا الميك اب ويحافظوا على جمالهم، ودايما كان بيبتدي بجملته المشهوره شد الكرسي وتعالي اقعدي معايا. شدي كرسي اقعدي وتعالي نتكلم. وبسبب الفيديوهات دي شهرة شريف زادت اكتر واكتر، وبقى محبوب جدا ما بين البنات والستات، وبقينا نشوف طول الوقت التعليقات من نوعين: انا نفسي ابقى صاحبة شريف، او انا نفسي يكون عندي صاحبة زي شريف، اقعد ارغي انا وهي وانسى مشاكلي. بس خليني اقول لكم ان التعليقات اللذيذة دي جنب الهجوم على شريف ولا حاجة، ده لان شريف بيظهر باطلالات غريبة ومش مفهومة، ولبسه كله من الستات والدانتين، وبيعتمد دايما في اختياراته على اكسسوارات حريمي، حتى شنطه ايده حريمي. اللي زاد وغطى بقى ان هو بيعمل فيلر وبوتوكس وبيحط ميك اب احيانا، وبسبب تصرفاته اللي مش مفهومه بالنسبه لبعض بقينا نشوف الكلام من نوعيه هو شريف ده ايه، راجل ولا ست ولا يمكن جنس تالت. ده غير بقى الناس اللي بتدخل تشتمه في التعليقات طول الوقت، وبسبب الهجوم ده بقينا نشوف ناس بتطلع تدافع عن شريف وبيقولوا ان شريف قضى حياته ما بين لبنان وفرنسا، وطريقه اللبس دي مفهومه جدا او معروفه ما بين فرنسا ولبنان، وبيقولوا انه ممكن يكون الوضع ده غريب عندنا لكن في فرنسا عادي قوي هناك. وقولوا لي بقى ايه رايكم في اللي احنا قلناه ده كله. وبس خلاص، كنت معاكم نور من نجوم الفان، تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد.